بالحب نصنع المستحيل، ومتابعه منك توصلني وتعديني لحته تانيه علشان اقدر اعمل لك مونتاج واقدم لك محتوى حلو. النهارده هنزرع تفاح، خليكم معايا. بصوا هناخد البذره وندفنها واحده بس كفايه في كل كيس، ونزرعها ونسقيها. استناني بعد 15 يوم، بس يا ريت تكون عملت لي متابعه. وبعد 15 يوم يا ريت تكون عملت لي متابعه، احلى شجر التفاح في الدنيا والله. لو زرعت لا تاكل ومش هتحس بغلا، بس بالحب وصلوني. فضلا وليس امرا بقول لك كل سنه وانت كل سنه وحضرتك طيب، ورمضان كريم. بحبكم من كل قلبي، وشكرا عن 230 الف متابع، وشكرا على اخواتي اللي راحوا على البرنامج التاني. بحبكم.